شي ناس كما كنقول ديما هادشي تفرج حياته دي دوزه كيتفرج حياته دي دوزه كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر اي حاجه كاين فيها التجمهور وكاين فيها اللعابه المتجمهرين هما اللي كيخلصوا اللعابه كيتخلصوا فهمتي وهاد المتجمهرين هادو كاينين في الحياه فهمتي دير شويه ديال تيدير تيدير ها ها ها, ها شي كومونتي كدا ما بغيتكش تكون من هاد السيطان لا صافي هذا ماشي فلوس الفلوس هادي تجي صحه على حقاش كنديروا داكشي اللي كتجيب الفلوس ما كاينش الفلوس فين غادي تمشي الفلوس صحه غادي تجي لان كنديروا هادشي اللي كنبغيتك توصلوا واحد النهار ملي تكون كدير الصاط داكشي اللي كيجيب الفلوس صحه اش كنديروا الحياه ماشي كامله سيريو الحياه ماشي كامله معقول نبي المحايل صاحبنا كيضحك الحياه ماشي كامله سيريو كامله معقول يوميا المفيد الصاط ها نعطيك واحد النقطه مفيده تتجامعك حتى هي هاد الستوريات اللي كنت كندير كاع الايامات الكامله فايتة ما عجبوك شافو من المفيد راه كاين 70 ستوريه واخا راني محتاج انا ستوريه وحده شتي ستوريه وحده ديالي جديتيها وركتي على وركتي بلا ما نخسر هضره وركتي عليها مزيان وخدمتي غتقضي بها غرض تيجي شي واحد يقول لي اخاي سيمو علاش ما تبارطاجيش معانا فيسبوك اس وراه بلا البارطاجه معكم فيسبوك اس نبقاو حنا نطحوا راسنا مع الحيط تقول لك لا لا انا باغيك انت علاش باغينا انا راه هو بحالي انا بحال بلال بلال صاحبي وبلال العشيري وحنا كاملين واحد على حقاش حنا ماشي لاعبين ماتش دابا لا كثر تيبغي يلعب بينا ماتش صاد شتي بلال دار داك الكورس ديال الفيسبوك من بعد انا بارطاجيتو عندي قلت لكم سيروا شوفوا وخاصك دير حتى شي واحد صاد واش استفدتي بديك الهضره اللي قال بلال عاد ندير انا شي واحد المهم انا قلت واش شفتي الكور تاع بلال لا باقي وسير شوفوا اصاحبي سير شوفوا ديك الساعه جي ندويو فهمتي يعني انت محتاجش المفيد محتاجش تمشي تخدم لان المفيد قلنا شحال هادي صح المفيد انا تلقاني غير الا جات شي ستوري علقانا شي موضوع عايش وفي ديك اللحظه كتجيني طن الفكره كتلقاني درت عليها ستوريه ولا تفكرت شي حدث كندير عليه ستوريه هكا وكنبارطاجيه معاكم اما راه ما كنقلش كنفكر شنو غادي نقول اليوم شنو غادي انا مفيد اليوم راه من المفيد قلنا شحال هادي الناس اللي قضاو غرض قضاو اصاحبي عرفتي دابا الدراري الويب في المغرب فين وصل راه مشى بعيد غير اش طاري الدق والسكوت فهمتي وخا انا مع هاد النظريه ديال الدق مع النظريه ديال الدق والسكوت وضدها ومينيموم بعدا اجي نقول للدراري بحال هكا الدراري كاينه الخدمه في الانترنت وانا راني خدام دير بحالي انا ما بقيتش كنشارك الارقام لان حتى انا عجبني النظريه ديال الدق والسكوت حاليا راه الدق تشرشي ماشي الدق تشرشي ما معلم شحال كندير اخو ما كنديرش ما يا ودي راه مالك انت باش نخلصوا الكره صافي باش بنادم يتفرق معاك اصاحبي يا ودي انا راني محنس راه ما عنديش ولا الله يحفظك اخي سيمو يقول لينا علاش كيهمكش تقول لينا سير تخدم اصاحبي اش بغيتش نقول لك لا بغينا نعرف شحال تدير مع هاد النظريه هادي هي زوينه الدق والسكوت لان فهمتي ما مزيانش تقول الارقام ديال ما مزيان فهمتي شحال هادي كنا في 2011 2012 كنت كنبارطاجي الارقام كنت كنبارطاجي الرولوفي ديال البنكة لا صاط هذا ماشي فلوس الفلوس هادي تجي صحه على حقاش كنديروا داكشي اللي كتجيب الفلوس ما كاينش الفلوس فين غادي تمشي الفلوس صحه غادي تجي لان كنديروا هادشي اللي كنبغيتك توصلوا واحد النهار ملي تكون كدير الصاط داكشي اللي كيجيب الفلوس صح اش كنديروا كنبيعوا واحد الحاجه اخرى عاوتاني بزاف ديال الناس كيجي وبلا ما شي واحد ما يبقى يقول لك هذاك خونا انت كراشي داك خونا ما كراشي حتى واحد تسمع الهضره اللي تنفعك الله يرضي عليك ما تبقاش تتجاف داكشي ديال رد فلان على فلان لحقاش انا ما كنديرش داك الطبريش داك الطبريش كيديروه شي واحد محنسر عنده مشاكل دايز في الداون ديال الحياه ديالو دايز ماشي مرحله انه محنسر وكيديروا الطبريش ولا اكثر كيكون السبب ديالو هو التحنسير الخدمه ماشي عيب خصك الصاد تمشي تخدم ولكن ما تمشيش تخدم في شي اداره ما كتعلم منها والو دابا مثلا الا خدمناك في شي مقاطعه قول لي شنو غادي تتعلم تعلمت جاليز غادي يجي عندك بنادم عام داز عامين داز اشنو تعلمتي في هاد العامين هاد اين اكسبيريونس دابا تجي دو تقول لهم عندي عامين ديال اكسبيريونس في ليغاليزاسيون اشنو كنتي ولا عندي هاد اليد هادي خدمات عامين الصدر ما عندك حتى حاجه فهمتي ما ما ما, ما. خاصك خاصك تمشي تقلب على شي خدمه اللي لاكطاريه اللي ما كيبغوش يعلموك في المدرسه في البيع في المبيعات يا كوميرسيال اي حاجه في المبيعات
خاصك شي خدمه في المبيعات، والخدمه في المبيعات هي اللي فيها الفلوس، وهي اللي كتهرب منها، هي اللي ما كتحملش. ري يا صاحبي نهز التليفون اتصل بالكليان، ري يا صاحبي تمشي عند الكليان، ري يا صاحبي نمشي صاط تما فين كاينه الفلوس. صاط الفلوس لك فهمتي اليومين هذا اللي تنضرب يوميا جايه من البيع، كاينش اللي كيعطيك الفلوس. دابا انت كتجلس مع راسك كيفاش غادي ندخل لك، خاصك تبيع الصاط. سمعتي سمعتي كي دايره؟ سهل الجواب، خاصك خاصك تبيع. وديك البيع ما تحملوهاش، لان الثقافه ديالنا في المغرب ما كتحملش البيع. مثلا غير شو عن واحد شي مثلا لا فكرت انا نبيع شي موضوع السيمو لايف بغا يبيع هو بغا يبيع صافي، علاش ما كتحملش البيع؟ والبيع هو كلشي. هذه اول حاجه خصك تعلم في الحياه، اول حاجه خصك تعلم الا بغيتي تافونسي في حياتك وما كاين حتى طريقه اخرى، وتعلم البيع. ولا ما تعلمتيش البيع والله لا تفرتي، والله لا درتي شي حاجه في حياتك. والله طوف ما تفكرز اللي كيبانوا لكم داروا الفلوس داروها باع لك شي حاجه. شوف ديك البيريود فاش سميتو باع لك شي حاجه، ديك البيريود بالك دابا هادو السنوات كدوز 1900 وكذا 1980 1980 1990 ترق. سير مثلا شدك خونا شد لي ديك البيريود اللي قبل ما بانت لك عنده الفلوس، عرف راه دار شي بزنيسه كان تيبيع، كاين شي حاجه اخرى كان كيبيع. سي بي اي راه هي ذا فاكين ماركتينغ، كتبيع كتبيع، ولكن داك البيع ما علموهش لك في المدرسه. عرفتي علموك في المدرسه؟ علموك تكتب السيفاس وتمشي تحطو تطلب خدمه وتمشي تدفع لي كونكور وتقاتل. ما علموكش واحد الخدمه اللي اسمها الفاكين كوميرسيال اللي كانوا كيكرهوك فيها، فهمتي؟ عرفتي داك خونا اللي كيدق على بيبان عباد الله وكي تيبقى تيقنعو يشري شي برودوي، هذاك خونا خاصو يري بعد على ديك الخدمه ويمشي يخدمها في شي نيفو كبير، ممشيش يدق على عباد الله. ولكن هذاك خونا شي ديك الدقه ديال الباب وديك الهضره وداك الشيء راه كيطور واحد المهاره اللي من بعد تولي كتسوى زبل الفلوس الا عرف كيفاش يستغلها. كنت كنبارطاجي الارقام لان ديك الساعه كنا مضطرين، فهمتي؟ راه انا تنقول خاصني نصنع واحد الموجه واحد الكالتر جديده، لان تيبان لي هذا الفاكين شيت ديال الانترنت ماركتينغ وهاد الخدمه في الانترنت هي اللي ممكن تصوفي الوضع في المغرب، فهمتي؟ لان بنادم راه محنسر واصلا ما عندوش شي مايند سيت اللي في شكل باش يصوفي راسو. كاين بزاف الناس صوفوا راسو، فهمتي؟ تعرف بنادم ما قاريش صوفا راسو في ديك البلاد، كاين اللي نجار صوفا راسو، كاين اللي سمسار صوفا راسو، كاين اللي بزاف. ولكن كطلب واحد ليفور، واحد ليفور اللي ما عندش الناس كاملين. كاين واحد ولد اوريكا كنعرفو، معروف اوريكا معروف، فهمتي؟ تمشي تسولو قول ليه، قول ليه وقف اوريكا وقول لهم السلام الله يخليك، راه تيقولوا لي شي علي كيبيع الفيلات هنايا، راني باغي نشري فيلا، دير لهم هذا الفيلم هذا. اجي يقول لك علي مول الفيلاج، اجي يلقوك به. السيد ما عمر ما قرا، ما عمر ما طلع في المدرسه، ما عمر عرف شنو هي المدرسه، ما عمر دات حدا باب المدرسه، فهمتي؟ يبدا من الزيرو، ولد عائله فقيره. دابا فتي دوفع، ولكن ما يمكنش تكون بحالو، يقدر انت تخبع من ورا البيسي. علاه قلت شنو خدام هاد المادافاكرز ديال المغاربه خاصنا نقنتوهم من ورا البيسي؟ يقدر يصوفي راسو يصوفي عائلته، ولا صوفي راسو يصوفي عائلته، غادي يصوفي وحدين اخرين، وها القضيه غادي كتصوفى اكو 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 كي جات. اما انت واش ممكن تكون بحال علي؟ لا ما غاديش تكون، لانه ما عطياش لكل شيء. علي كيخرج كيجري تيمشي كيتعرف على عباد الله كيدير العلاقات، ما عطياش للناس كاملين، فهمتي؟ انا فهمتي ديك القضيه، غير فرضتها على راسي اني نولي شخص اجتماعي. كنت قلتها في واحد الفيديو، انا ماشي شخص اجتماعي، انا ما كنحملش بنادم، كنكره بنادم، فهمتي؟ ما تنحملش بنادم. انا اش عزيز عليا؟ عزيز عليا المانيطه، عطيني المانيطه والاكس بوكس طط 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 الكروف ديوتي، عطايا المعلم، ما كاين غير القنيص والنشاط وكذا. ما عنديش مع الفيفا، ما عنديش مع لي سبرو كنكرهو، فهمتي؟ عندي مع ريزيدنت ايفل، عندي مع شي جو يكون منكش المعادله صعيبه خص تحلها. ريزيدنت ايفل، توم بريدر، هذا هو ذا بيست اوف ذا بيست. وعندك سيلنت هيل، واو وات ذا فاك على سيلنت هيل. سيلنت هيل الجنه، فهمتي؟ كل ما كيتعنكش اللعبه كل ما كتبغي تحلها. حتى هذه اللقطه هذه مهمه ندوي عليها حتى هي. الا كنتي من الشيطان اللي عزيز عليك تلعب ريزيدنت ايفل ولا تلعب توم بريدر ولا تلعب سيلنت هيل ولا هاد الثلاثه هادو، ما جاوش في راسي شي سميات اخرين. الا كانوا عزيز عليك تلعب هاد الثلاثه هادو، عرف راك انت راك من الناس اللي عزيز عليهم يقدروا يحلوا المشكله. كنتي من هذوك الشيطان اللي تيجلسوا كيلعب كره، كاين الشيطان بالمناسبه اللي كيلعبوا كره وكيلعبوا هاد، فهمتي؟ ما تحكرش كلشي، فهمتي؟ عندهم مع هادو. علاش؟ لاني كنت كنشوف شي دراري صحابي اللي يومين هذا ما داروا والو في حياتهم. ملي كنا صغار كنا كنلعبوا، تنكونوا كنلعبوا هكا، فهمتي؟ تنكونوا كنلعبوا في الطوم بريدر، كنطبروا كا وتنحصلوا في شي بلاصه، كنبداو تنقول لهم لا صافي تقدر كاينه، تقول لا هاد الدراري صحاب، تقول حيد صاحبي هاد الزبل هذا، حيد بلا ما خسر هذا، حيد هذا تيت درنا صاحبي كره نلعبوا، اش هاد الوز هذا؟
انا ما فهمتش ديك الليله كنت كنبات بلا ناس ديك الليله كنت كنبات مريض تنقول الصاط كيفاش فين قمتو السيروت وعلاش ديك اللعيبه كتجي كتضربنا من اللور فين كاين ممكن نهربوا راه كان خاصنا كاينه واحد اللعيبه نسيناها تما نمشيو نتخبوا فيها بين ما يدوز الشوك وما هادشي قتلنا ونمشيو نكملوا الصاط فهمتي تبقى دماغ خدام نتمنى انا عارف ماشي نتمنى بزاف ديال الدراري عندهم مع هاد لي جو ولكن نتمنى الناس اللي عندهم مع هاد لي جو هادو فهمتي راه عارف راه عندك والله الا عندك مستقبل وحق الله الا عندك مستقبل عندك مع ريزنت ايفل ريزنت ايفل هو الليفل الصغير توم بريدر الليفل اللي تابعه فهمتي يعني دابا قول لي كيفاش كتحل المشاكل توم بريدر هو ريزنت ايفل هو العيان فهمتي تولي تحل تولي تحل المشاكل صغيره صبر واحد الاخ تما مسب مع واحد الاخ هين بانيو حتى جيت حتى الاخر حتى هو صافي عندك ريزنت ايفل هو الليفل الصغير ديال حل المشاكل توم بريدر اللي تابعه والسيلنت هيل هو الحماق فهمتي هو فهمتي ريزنت ايفل السيلنت هيل كانوا فهمتي كانوا شحال من واحد كان تيتفرج فيا كنت كنلعبو كنت كيلعن فهمتي تقول لها الساط راه انا جيت البارح لقيتك هنايا فهاد الدرب هذا غادي يجي واليوم جيت لقيتك هنايا باقي حاصل الساط كاينه شي لعيبه مخبعه هنا بزاف ديال الناس ما عندوش مع هذا الفاكين ملل فهمتي هو ومين لا الساط فهمتي لان عندك مشكله فهمتي دابا شحال من واحد كياخذها بديك اللعبه ديال انه كيلعب انا ما كناخذهاش بديك القضيه ديال كنلعب لا الساط انا هو داك اللاعب راني طايح في مشكله خصني نسلك راسي بزاف الناس ديك اللعبه ديالها حنايا وونت تو هاف فان ارا ليكس بوكس صاحبي حنا جايين باش نهربوا من المشاكل ما جايينش نطيحوا في مشكله اخرى هو تقلب بيه الكار في الغابه وحصل معاه الجنون وانا مالك وندوز هذا الموضوع هذا حصلنا حتى حنا في الالعاب المهم كما قلت لك انا عندك مع لي جو راه ورجعوا عاوتاني القضيه ديال علي القضيه هذه ما عطاتش كلشي انا ما ضفاكر هذه هي الشخصيه ديالي الطبيعيه اللي واحد النهار كنحلم اني نرجع ليها فهمتي لان حاليا ملي كنشوف الاكس بوكس ما عنديش مع البلاي ستيشن شحال ما ضفاكر تقول البلاي ستيشن صاد داكشي بحال قلتي كل واحد شنو عزيز والادواق لا تناقش كما قلت واحد القضيه المفيد انا اخوانا المفيد كما قلت المفيد راه هو لي تنبارطاجي في ستوريات ديما والمفيد راه كاين هي جاست سام مادافاكرز ما عادش نقول لك مادافاكر لان فهمتي شي ناس كما كنقول ديما هاتي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي مغنيه شي مغني كدا تي 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 كومونتي على الفيديوهات مشاليه ديال واحد تيطلع ديما في التوب ترندينغ حتى هو المهم تلقاه كيدوز حياته كيكومونتي خاصنا المعلقين هما منهم فهمتي دوك خوتنا اللي كيمشيو شي الزرايات كيمشيو شي يتفرجوا في كره خاصها المعلقين خاصها التجمهور اي حاجه كاين فيها التجمهور وكاين فيها اللعابه المتجمهرين هما اللي كيخلصوا اللعابه كيتخلصوا فهمتي وهاد المتجمهرين هادو كاينين في الحياه فهمتي دير شويه ديال تيدير ها 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 شي كومونتي كدا ما بغيتكش تكون من هاد السيطام اللي دايزين غادي دوز حياتك الصاط غادي تحط فيك الروح نهار تولد وتخرج من الوالده ديالك فهمتي تخرج منها حتى نهار تموت او حتى واحد ما عارف فين غادي تموت وانا بلاصه غادي تموت وانا التاريخ غادي تموت فهمتي الله هو اللي عارف غادي دوز ديك المرحله كامله ديال حياتك فهمتي انت متفرج فهمتي وغادي كتطلع في النيفو التفرج ملي كنتي صغير كانوا تيعلموك هادي صبوره هادي طوموبيله هادي عماره هادي كدا زدتي كبرتي بقيت متفرج فهمتي او حفظوك واحد السيناريو بقيتي كتعاود نفس الهضره طوموبيله لا دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا هاديك ختنا زوينه هذاك خونا بوكوس هذاك خونا ما عطاوش هذاك الساط دوزتي حياتك صاحبي كتشي راسها دير شويه هاكا احسن لك من ديك هاكا فهمتي دير شويه هاكا تشاف راسك وخدم على راسك ما تنقولش ليك يقدر تقول لي يقدر هي تسمع هذه الجمله هذه فهمتي تكنزز يقدر فهمتي يقدر تسمعها عرف الساط راه الا سمعتيها وما عجباتكش راك انت من المتفرجين سمح لي انا كنعتذر لك ولا تلاقيت معاك نبوس لك راسك رجع تفرج الساط سبني شويه في لي كومونتير تمايا وشري من هذا اللايف هذا الا لقيتي فيديو ديالي في اليوتيوب سب شويه في لي كومونتير ضرب ديسلايك وزيد فهمتي
حاجه خاصه هذه النوعيه ديال الناس كاينه فهمتي، ولكن ما باغيش شحال من الفولورز ديالي لاكطاريه، لاكطاريه الفولورز ديالي ما باغيش يكون من هذا النوع هذا فهمتي. ما كرهتش تكون كان شي لقطه في انستغرام باش تفيد الدري مثلا، كون انستغرام قال لي واحد 100,000 تكمل هذه الايام ما حملهاش تكمل بالمناسبه، ما كرهتش الانستغرام كون قال لي ندير معاك واحد الصفقه نحيد لك 80,000 ونخلي لك 20,000 ديال البلايرز، وان يقول لي نخلي لك غير 5,000 ديال البلايرز، نخلي لك 5,000 ديال الناس اللي كتسمع الهضره وكتخدم وعاطيه الشحط، نقول لي خذ ال 100,000 خلي لي 5,000 ما عندي ما فهمتي، ما عندي ما ندير ب 100,000 خاصه. خاص القاسح، لا اخويا ما خاصش تلقى قاسح لا والو، حتى بزاف ديال الدراري فهمتي ديال الثقافه باش كبرنا داكشي ديال تقول لك. وهاد القضيه حتى انا كنت غلطت فيها بالمناسبه فهمتي، المينتور ديالي هو اللي بدل لي علاش، نقول خاصك شي شخص سابق، شي شخص سابق في الحياه، شي شخص عارف اكثر منك، شي شخص فاهم. حتى انا من المضافكرز اللي كنت كنقول ديما خاصني القاسح، خاصني الهضره قاسحه، خاصني اللي يدور فيا، خاصني اللي فهمتي شي هضره اللي هاكا عاد نتحرك، كنت بحال هاكا فهمتي، كنت ديما فهمتي ديك اللعبه ديال خاصني شي 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 ما ضف شي شي هضره المهم اللي 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 شوكون بعد نتحرك. ويا راه ماشي صحيح هذاك الشيء ديال راه خاصيمو دوي معانا يعطينا القاسح، حصات راه ما فايدك لا قاسح لا زوين، غنقول لك شنو اللي فايد. حتى انا كنت من كان عندي هذا التفكير هذا ديال خصني المهم خصني شي هضره تكون قاسحه فهمتي، شي هضره تكون قاسحه الا جيت تحركني وصات. وكنت من هذيك النظريه ديال الا ما نطش مع الصباع بكري غادي نصب راسي، غادي ندوي بحال هكا مع راسي، انت حمار نقص شويه من السب بيان سور، انا كندوي مع راسي خسر من هكا، انت حمار كي دار درنا النوض مع الخمسه ما يتجلس السبعه والله ينعلتي كنت كندوي هكا مع راسي، ولكن الصاد ما خدامش بحال هكا فهمتي. هادي الطريقه اللي تعلمتها انا بالممارسه وخدامه شويه، ما خدامش على المدى البعيد. ملي جيت مع المينتور ديالي غير عام هذا ماشي بزاف، قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك. قلت لي كنسب راسي، كنسخط على راسي، كنكفر على راسي. قال لي الصاط هاد الهضره هادي خاوي، هادشي ماشي في صالحك، تكفر على راسك، تسب راسك، تكفر على راسك ما ماشي في صالح. قلت له شنو اللي في صالحي هو نقول ليه شكرا مزيان الله يرضي عليك مريض حتى السبعه. قال لي لا ماشي هادي تشكرو وماشي هادي تسبو، هادي تسولي راسك علاش ما ضنا حتى للسبعة، اشنو اللي درنا اللي خلانا نضنا حتى للسبعة، اشنو ممكن نديرو حسن تنضو مع الخمسة. قال لي كلشي كاين السر ديال هاد الحياة هادي كاين السؤال، وداكشي اللي كتوصل ليه تيكون بالاسئلة اللي كطرح، والكاليتي ديال الحياة اللي كتعيش دابا بسبب الاسئلة اللي كنتي كطرح في الماضي. ولقيت هضرتو صحيحة على حقي، داش كاع الشيء اللي وصلت ليه بسبب الاسئله اللي كنطرح، على حقي ما كنطرحش كيفاش نربح 1000 دولار في الاخر الشهر، كنت كنطرحها ملي كنت ساكن في دوار يزيك، ما كنطرحش كيفاش نربح 2000 دولار 10,000 دولار، عشان ما كنطرحش هاد الاسئله. هذا الشيء الشيت بعد ما عرفت بزاف ديال الناس اللي دايرين بيا اللي فايتيني اللي كيدوف في الصام فاكين بيغ نمبرز، وليت كنطرح اسئله ديال كيفاش غادي ندير بحال هاد خوتنا هادو، كيفاش غادي ندير النص ديال هاد خوتنا هادو، كيفاش ملي الى زكيت حاليا مع راسي الخمسة الصباح وما نطلع الخمسة ونص، بقيت كنتعكز واحد نص ساعه واخا مابقاش كطرا من نهار سكنت هنايا باش نقول لك قدر ملي كنت في بوكيت شحال هادي، مساله ديال الممارسه فهمتي. بحال شي واحد تيهز 100 كيلو وموالف تيهز 120 وجا ما قدرش يهز 100 كيلو، ما يمكنش فهمتي، داكشي العاده صافي هو مولف. ولكن انا اللي جيت نهزير 80 هادي اللي فيها صعوبه 100 راه الروح ديالها تبغي تطلع فهمتي، يعني هو بحال قلت نفس القضيه، انا موالف نوض مع الخمسه، المهم عطاو مثال يعني نفترضوا جيت نط مع بيت نوض مع الخمسه وبقيت كنتعكس كندير سنوز 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 وما نطش حتى الخمسه ونص، ماش نقول الله ينعل لك بحال شحال هادي، الله ينعل لك الوالدين ما متفروش شي ما والو فاشل، المشكله كدوم مع راسك هكا كتخرمز راسك ماشي كتخرج تتخرج على راسك. ما كنتش كنت ندوم مع راسي بالمناسبه بحال هكا، علاش نقول لك الصاد راه تنبارطاجي معاكم اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المينتورز في العالم شي واحد انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه نضل نقولو في السطوريات الصاد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي تسوى الزوبل الفلوس
علاش كان بارطاجي هو اللي كيتقرر للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرر تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا. راه المينتورز ديالي راه كيتخلص زويت انا مخلصو 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي جا مخلص 60000 دولار في العام لا والو لي زيكسبيريونس ديالي اللي كيطراو ليا مع داكشي اللي كيطرا مع تنجي كنبارطاجيه معاك صافي خذ واحد المعلومه اللي ما عرفتش شحال كتساوي خذها وابليكيها في حياتك. بزاف ديال البنات نتمنى انا مثلا شحال هادي نوض مع الخمسه نرجعوا للميتال الخمسه نوض الخمسه ونصار نسب راسي دابا لا غادي نقول علاش ما نتا سميتو السؤال هو الاول علاش ما نتا الخمسه ونص انا سمعتل دونك غدا خصني نعس بكري صافي حلينا المشكل صافي حلينا المشكله ما وكون سبيت راسي ما هادشي لقاو المشكله وغادي نبقى عاوتاني الغد لاجي نوض راسي بزز وراسي يجي ينتقم مني تفهمش هادي عيالي في وسط النهار لان خاص تعرف بلي راه صعيب تضرب مع راسك يعني شحال واحد تولي نضغط على راسي وانا ملي كنقول لك ديك الكلمه ديال ضغط على راسك فهمتي كاين كما كنقول هاد اللعيبه المقابل المقابل يعني غادي نضغط على راسي خصني مقابل وما يمكنش انت ما نعس حتى 3 الصباح 2 الصباح تنوض راسك مع الخمسه راه ماشي ينتقم منك راه ينتقم منك شر انتقام. ولو ولو عرفتي 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 تيبانو ليا تما لي كومونتير الناس الناس الزويونا نقول سميتهم شي يقلبوا عليهم بصح المهم لي كومونتو كاملين الاخرين كاملين المتابعين شكرا بزاف الدراري صحابي و واحد الصات كتب ليا خويا سيمو خدمتك ندمتيني هاد الصات هذا بحال داك خونا اللي كيتلاقى مع شي خونا راكب في شي حديده مزيانه كيدير ديك الهضره ديال الصات شوف هذيك الطوموبيله صاحبي عطيتو يمشي يغسلها مشات يدور بها الصات راه يو ار فاكين دريمين الاوت فهمتي فهمتي زوين الصات هادشي ماشي يعنيش اني ما نخدمش عندك الصات انا جيت نجيبوني الفلوس الصوت انا خدام عند شحال من شركه خدام عند شركه انا في الطيرون خدام عند شركه في ميريكان خدام بالمناسبه عندي الاقامه في مصر وخدام عند شركه مصريه هذه ما عمري قلتها فهمتش خدام انا عطيني الرزق انا كنتخلص فهمتش اي ام ا فاكين ماركتر اول اي دو از ماركتينغ كنبيع بالليل وبالنهار كنحلم بالبيع بالليل وبالنهار تصور ملي كنمشي كنبغي الناس كنحلم فهمتي كنحلم الارقام ماشي الارقام فلوس كنحلم الكونفرشن دابا شحال من واحد قلت له الارقام خونا مهووس بالفلوس صات حنا ما كنفكرش في الفلوس الفلوس راه كاينه اللي هي غادي تجينا صحه يعني كندير داكشي اللي كيجيب الفلوس الارقام كندوي لك على الكونفرشن صات عندنا هاد لاباج كتكونفيرتي 4% شنو ممكن ندير باش نخليها 10% سؤال علاه كنقول لك السؤال اللي كطرح السؤال اللي كطرح شحال من واحد قلت له ارقام